مخترعون ومكتشفون مع محمد الكردي. تعود قصة اكتشاف البن واختراع القهوة إلى شخص عربي يدعى خالد، كان يقوم برعي الأغنام في منطقة كافا الواقعة جنوبي أثيوبيا، وحينها لاحظ أن أغنامه تصبح أكثر حيوية ونشاطا بعد أكل نوع محدد من الحبوب النباتية. قام بعدها بغلي هذه الحبوب وشرب الماء المغلي كي يتعرف على طبيعتها. كانت النتيجة أنه أصبح أكثر نشاطا وحيوية بعد شرب ما اعتبره المؤرخون أول قهوة في العالم. ومع تحركات السكان بين اليمن وإثيوبيا، انتقلت عملية شرب القهوة من إثيوبيا إلى اليمن. كان المتصوفون والرهبان وطلاب العلم الأكثر شربا للقهوة، وذلك لأنها تجعلهم في حالة استيقاظ تام لفترة طويلة من الليل. في نهاية القرن 15 وصلت عادة شرب القهوة إلى مكة، ثم انتقلت في الفترة نفسها إلى بلاد الشام. عام 1645 انتقلت عادة شرب القهوة من تركيا إلى مدينة البندقية الإيطالية. وفي عام 1650 وصلت عادة شرب القهوة إلى إنجلترا، وذلك عندما قام شاب تركي يدعى باسكو روزي بافتتاح أول محل لشرب القهوة في شارع لومبارد الواقع في قلب مدينة لندن. تسمية القهوة العربية تعرضت للتحوير، فأصبح هناك العديد من التسميات التي تهدف إلى التضليل عن الأصل العربي للقهوة، ومن هذه التسميات أنه تم ربطها بالعديد من الدول الأوروبية كالقهوة الإنجليزية، القهوة الإيطالية والتركية، ولاحقا ظهرت العديد من المسميات الإضافية. مخترعون ومكتشفون مع محمد الكردي.